تحذر من الإفراط في تناول الأدوية والفيتامينات دون إشراف طبي. حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من تناول الأدوية زي المسكنات وغيرها وكمان الفيتامينات من غير إشراف طبي، لأنه بيسبب خطورة كبيرة على صحة الإنسان، وبهدف الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لأن ده بيشكل خطورة وبيسبب أضرار كبيرة جدا على صحة الإنسان، وكمان بيؤدي لزيادة ترسبات الأملاح على الكلى في الجسم بشكل عام. وعشان نوضح الخبر أكتر معانا هاتفيا دكتور أحمد الشيخ، رئيس قسم أمراض وزراعة الكلى بالتأمين الصحي. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا يا فندم، زي حضرتك أبو حاج. أهلا بحضرتك يا فندم، منورنا. تمام الحمد لله. هو طبعا بالنسبة لتناول المسكنات ده حاجة من أخطر الحاجات اللي بنقابلها وبنشوفها كتير عندنا في الشغل، إن إحنا بيجي عيان يصاب بالفشل الكلوي التام تمام، ويحتاج لغسيل كلى من كتر المسكنات اللي هو بياخدها. يعني عندنا مشكله في ان احنا بنتناول المسكنات دي بدون رجوع لطبيب. واي حد تعبان او عنده شويه صداع، بدل ما يروح يشوف الضغط بتاعه ياخد مسكنات. صحيح. فالمسكنات دي غير ان هي كمان بتضر الكلى، كمان ممكن تضر الكبد وممكن تجيب قرحه في المعده، وغير كده كمان ان هي بتخلي الجسم يحوش ميه وترفع الضغط. يعني ليها اضرار رهيبه يعني. فاحنا ما ننكش المسكنات اول ما على الفاضي وعلى المليان يعني. اول ما نتعب شويه صغيرين نستحمل ده شويه. غير كمان يا دكتور ان احنا لما بنتعود ان احنا ناخد المسكنات من دماغنا، بعد كده مثلا قرص واحد مش بيكفي، فبنعوز ناخد اتنين. بالظبط. بنزود الجرعات. وبعدين عايز اقول حاجه فعلا، الاضرار مش بتيجي يعني، ممكن واحد بس يجيله يعني ياخد حبايه واحده بس يجيله اعراض جانبيه خطيره جدا. صحيح. يعني هي مش بالكم قوي. لان احنا ممكن يعني هي بتتفاوت ما بين واحد للتاني. ممكن واحد ياخد كميات تمام بس يجيله برضه بعد فتره المشاكل، وممكن واحد ياخد حبايتين بس ويجيله على طول المشاكل دي. طيب دكتور، دي المسكنات، يمكن الفيتامينات، يمكن الناس اول مره تسمع الخبر ده ان هي كمان ليها نفس الضرر زي المسكنات لو احنا اخذناها من دماغنا، صحه الخبر ده ايه؟ ده حقيقي فعلا. برضه لازم، لان ممكن احنا يكون عندنا نقص مثلا فيتامين معين، مثلا زي فيتامين دي تمام، اللي احنا كل الناس بتاخده دلوقتي برضه تمام. لو احنا اخذنا فيتامين دي زياده هيحصل لنا تسمم فيتامين دي. وده اسمه هايبر فيتامينوز دي، ودي برضه ليها اعراض خطيره طبعا. يعني احنا بنلاقي ناس عدوا التارجت وفضلوا مكملين يعني فتره طويله وبيبقى مشكله ثانيه. وفيتامين سي برضه احنا لينا ماكسيمم دوز، يعني جرعه قصوى، ما ينفعش ناخد جرعات عاليه منه على الفاضي. الموضوع طبعا اكيد خطير جدا سواء في الفيتامينات او المسكنات، فلازم في الاخر نرجع لدكتور وناخد كل الكلام ده تحت اشراف طبي. يعني اي حاجه نرجع لدكتور تحت الاشراف طبعا. دكتور احمد الشيخ، بشكر حضرتك جدا على المداخله وتوضيح الخبر معانا، شكرا جزيلا لحضرتك.